بالحلقة الأولى شفناك بمشهد عم نشوفه هلأ أمجاد ورجية للمشهد. ايه عرفته للمشهد المشهد الشهير. شو أي واحد عم نشوف المشهد؟ هذا عم نشوفك بمشهد أول ما طليت علينا توبليس يعني. أنت حابب تفرجي الجمهور أنك فت ومغير جسمك ولا شو القصة؟ لا أنا مو حابب هي يعني هذا جزء لا هو بالبلو يعني هي مو فكرة استعراض هو فكرة إنه هو هيك الكاركتر هو هذا الانترودكشن تبع الكاركتر بس كويس هذا موجود بس سكريبت وأنا اشتغلت على فكرة باي ذا واي يعني ريليتد لهذا الموضوع لأنه لما قريت السكريبت ما كان هيك جسمي يعني فاشتغلت عليه على هذا الموضوع لحتى ما يكون في يعني كريم هو فت فلحتى يكون هيك يعني لانه عمال طالب ما شاء الله عمال طالب قد ما تغزلت فيك التحقيق يعني عرفت ايه امل مو معقول يا امل هو امل طالب بهذا المشهد نحن انعجبنا طيب معقوله بتطلب من المحقق شوكليت هوت شوكليت عندكم هوت شوكليت بيطلب منا عن جد مو معقول طيب هلا هي شو دير ولا تروث هيك هلا دير تفضل هلا نحن بنعرف انه انت من الشباب اللي بيرقصوا دبكه كثير حلوين ايه فبدنا نتحداك كنت والله كنت؟ ايه في عالم بيساعدوك طيب كلنا